يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم كلمة أمام الكونغرس الأمريكي قبل أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الخميس. واستهل نتنياهو زيارته بالتأكيد لعائلات الإسرائيليين أن شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح ذويهم باتت قريبة جدا، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل سيأتي نتيجة للضغط العسكري المكثف على حماس. إن هذه زيارة مهمة ستمنحنا فرصة لإبلاغ ممثلي الشعب الأمريكي بأهمية دعمهم للجهود التي نبذلها معهم من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين سواء كانوا أحياء أو موتى. للأسف هناك من فقد حياته. لقد تم إبلاغنا اليوم بوفاة مختطفين اثنين آخرين ونحن مصممون على إعادتهم جميعا. إن الشروط اللازمة لإعادتهم أخذة في النضوج لسبب بسيط، وهو أننا نمارس ضغوطا قوية جدا على حماس. نحن نشهد تغيرا معينا وأعتقد أن هذا التغيير سوف يتطور. نعتزم القيام بذلك وهذا هدف الحرب. زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تغيرات سياسية كبيرة، خاصة بعد محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب وانسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس. فنتنياهو وفق أسوشييتد بريس يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز صورته كزعيم عالمي مرحب به من جانب الولايات المتحدة، وهي الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الحكومة الإسرائيلية منذ حرب غزة في أكتوبر، وأول زيارة له منذ تحركات الجنائية الدولية الساعية لاعتقاله بتهم جرائم حرب محتملة. ووصف مراقبون توقيت زيارة نتنياهو لواشنطن بالسيء نظرا لتزايد الانتقادات ضده في إسرائيل وتأخره في التوصل إلى صفقة لوقف النار والإفراج عن الرهائن. كما يواجه نتنياهو أيضا انتقادات أمريكية حادة بشأن تعامله مع الحرب، ما أدى إلى احتجاجات واعتقالات في الجامعات الأمريكية وفي الكونغرس. خطاب نتنياهو أمام الكونغرس سيكون مختلفا بسبب المعارضة الديمقراطية لإدارته للحرب في غزة. ومن هذه المؤشرات عدم جلوس نائبة الرئيس هاريس المنشغلة حاليا بالانتخابات الرئاسية في المقعد خلف نتنياهو لتغيبها بسبب الحملة الانتخابية، وهو ما سيفقده ثقلا معنويا وشكليا وفق المراقبين، بالإضافة إلى مقاطعة عضوة مجلس الشيوخ باتي موراي عن واشنطن من الجلوس في المقعد خلف نتنياهو بدلا عن هاريس، فيما سيجلس رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردن بدلا من موراي، مشيرا إلى أنه يأمل بأن يرسم نتنياهو المستقبل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا بالطبع وفق ما نقلته أسوشييتد بريس. ووفق إحصاء أجرته بوليتيكو فإن ما لا يقل عن 18 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب وتسعة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ أعلنوا أنهم لن يحضروا خطاب نتنياهو في الكونغرس. هذا وأعلن دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة المقبل في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وهو الاجتماع الأول بينهما منذ نهاية رئاسة ترامب.
كما يأتي الاجتماع في وقت يشهد توترات بين نتنياهو والرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الحرب في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أثار غضب ترامب عندما هنأ بايدن بفوزه في انتخابات عام 2020. ومن رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. سيد عصمت، تحية طيبة لك. سيد عصمت، هل بالفعل هذا التوقيت يعتبر سيئاً لنتنياهو إلى واشنطن، أم أن هذه الزيارة ستعيد حرب غزة إلى العناوين الرئيسية في أمريكا؟ صباح الخير، صباح الخير أختي، تحياتي لكم والمتابعين. لا، هو فعلاً هذه الزيارة التي انتظرها نتنياهو طويلاً وعول عليها كثيراً لم تأتي كما يشتهي تماماً. هي في كل الأحوال ستكون جيدة وستخدمه، ستخدم فكرة الحلف المتين بين إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة في ظل التصعيد مع اليمن والتهديدات في الشمال والحرب في غزة. بمعنى ستعطي رسائل في هذا الاتجاه، ستخدم نتنياهو سياسياً داخلياً، لكن هي جاءت توقيتها سيء أمريكياً. الولايات المتحدة منشغلة، انسحاب الرئيس بايدن من المنافسة حول كل الأنظار عن خطاب نتنياهو. لم يعد الآن بايدن رهين ما سيقوله نتنياهو، تحرر من هذا الضغط أنه مرشح ويعني يتوسل أو يعني يترقب ما يمكن أن ينطق به نتنياهو وكيف سيؤثر على حظوظه. الآن هو يهتم بإرثه أكثر ولديه قدرة على الضغط على نتنياهو. أيضا حتى ترامب وتأجيل اللقاء أكثر من مرة معه ونشر رسالة أبو مازن على حسابه والحديث أنه نتنياهو طلب التأجيل ليوم إضافي بمعنى لإحراجه أمام الرأي العام الإسرائيلي، أنه يعني يقضي إجازة وعيد ميلاد ابنه في ظل الحرب. يعني كلها حركات وتصرفات من الأمريكان سواء الديمقراطيين والجمهوريين تظهر أن نتنياهو لم يعد له هذا التأثير والقوة ولا هذا الاحتفاء بقدومه إلى الولايات المتحدة وأن هذا الخطاب. ولكن سيد عصمت، هناك اتفاق جمهوري أو بدعم نتنياهو، ولكن هناك انقسام ديمقراطي بهذا الشأن، حتى أن العدد وفق بوليتيكو إذا كان بالفعل فقط 27 عضو في الكونغرس لن يحضرون، فهذا الرقم أقل بكثير ممن قاطعوا خطابه السابق في زمن أوباما حيث كانوا 58 عضوا. الخطاب السابق مختلف تماما، خطاب جاء لتحدي سياسة أوباما، معارضتها بشكل علني، والحديث مع الأمريكان من فوق رأس وصلاحية وسلطة الرئيس أوباما حول الاتفاق النووي مع إيران. وكانت هذه ذروة مواجهة وسبقتها حالة تصعيد وخلافات، وحتى نشرت صور يعني مسيئة تظهر احتكار أوباما والديمقراطيين لنتنياهو. لكن هذه المرة نتنياهو يأتي في ذروة حرب والتحديات تمر بها المنطقة، في ذروة إن حملة انتخابية أمريكية. لذلك هنا التوقع أن يكون خطاب نتنياهو رسمي تصالحي، أن يوصل رسائل. هكذا برأيك أم أنه سيقود أكثر بايدن والمرشحة هاريس؟ وفق هنيجبي وديرمر الوزراء الأقرب إلى نتنياهو كانوا قبل أسبوع من زيارة نتنياهو في واشنطن وأوصلوا ونقلوا رسائل واضحة، نتنياهو سيكون تصالحي، لن يخرج عن الخط الرسمي، سيتحدث عن 7 أكتوبر، عن المنطقة، عن التحديات، عن الخطر الإيراني، وسيركز على الخطر الإيراني، عن آفاق التطبيع والسلام في المنطقة، لن يتحدث وطبعا وعن معاناة الإسرائيليين في الحرب، ولن يتحدث عن القضايا الداخلية الأمريكية أو يعني سيقف على مسافة واحدة من الحزبين. إذا تصرف بهذه الطريقة أعتقد أنه حتى تأجيل اللقاء بين بايدن ونتنياهو إلى ما بعد الخطاب وحتى إمكانية إلغاء اللقاء إذا كان الخطاب مسيء، هو وكأنه يعني نوع من السيف المسلط على رقبة نتنياهو، أنه اللقاء وعقده مرهون بما ستكونه في الكونغرس. هناك حذر من الديمقراطيين، هم لا يأمنون جانب نتنياهو وتجربتهم معه سيئة جدا، ولكن واضح أنه هذه المرة نتنياهو هو الذي يحتاج الولايات المتحدة، هو عازم على صفقة، هو يواجه تحديات في المنطقة، تهديدات كبيرة، وبالتالي هو بحاجة للحلف مع أمريكا والعلاقة جيدة معها. نعم، من رام الله كنت معنا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، شكرا لك.